صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمع دعاءه فأجبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، ممن نظرت إليه فرحمته وسمع دعاءه فأجبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمع دعاءه فأجبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، ممن نظرت إليه فرحمته وسمع دعاءه فأجبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمع دعاءه فأجبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي
وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته ممن نظرت إليه فرحمته وسمع الدعاء فأجبت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمع الدعاء فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته ممن نظرت إليه فرحمته وسمع الدعاء فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمع الدعاء فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته ممن نظرت إليه فرحمته وسمع الدعاء فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته
وسمع الدعاء فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، ممن نظرت إليه فرحمته، وسمع الدعاء فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين.